أترحم على أرواح شهداء الأبطال نحاس الوطني الذين استشهدوا ليلة أمس في منطقة بولعابة من ولاية البستريه، وأتقدم لوالداتهم والأسر الأمنية بأحر التعازي. سائل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فردوس جنانه ويلهم أهلهم وذريهم جميع الصبر والسلام. ونؤكد أن هذه العملية مذهبية الجبانة لن تمر بدون عقاب، وأننا سنلاحظ الهابين القتلة في جحورهم للقضاء عليهم وتطهير بلادنا منهم وبسط الأمن في كافة المناطق. ولا بد أن يدرك الجميع أن يدرك شعبنا أننا في حرب ضد الإرهاب، بما تتطلب الحرب من يقظة واستعداد دائم وجاهزية وطول نفس وتضحيات. كما أن الحرب ضد الإرهاب تتطلب وحدة مقدسة للمجموعة الوطنية، بما تتطلبه الحرب للمواطنين بأسرهم والوقوف صفا واحدا وراء أبطالنا في الأمنيين والعسكريين. وأن كل تشتيت لجهودهما العسكريين والأمنيين لا يمكن إلا أن يستفيد منه الإرهاب والإرهابيون. إن المعركة ضد الإرهاب معركة طويلة وشاقة تقتضي تضافر الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. وإن هذه العملية الإرهابية الجبانة لن تزيدنا إلا إصرارا على ملاحقة الإرهابيين حيثما كانوا والقضاء على دابر الإرهاب في بلادهم. إن أبطال حرس الوطن والجيش الوطني وكل الوحدات الأمنية الذين ما فتئوا يتكبدون التضحيات الجسام سيبقون درعا من القلب وحزما منيعا ضد الإرهاب والمحاولات اليائسة لإرباك المسار الديمقراطي وتعطيل مسيرة شعبنا على درجة التنمية والتقدم.